ايه اللي كنت عايز تقوله لي بقى يا سعيد؟ انا كنت عايز اتاكد من الكلام اللي انت قلته. ايه الكلام اللي انا قلته عايز تتأكد منه؟ ما انا بقول كلام كتير. لا الكلام اللي بخصوص الحل اللي انت قلته عشان خاطر وفاء. لا يعني خصوص لو كان الراجل هو اللي ما بيخلفش. الراجل انت عمال تلف وتدور، ما تخليك صريح، انت عايز تقول لي حاجه؟ في انا بيه اللي هقوله ده يبقى بيني وبينك. هي المشكله منك انت؟ انت خايف امك تعرف صح؟ انت هتقول لها؟ لا هقول لها ايه؟ ما دي حاجه تتقال. انا قلت كده برضو، احنا اخوات ومالناش غير بعض. وقلت كمان انت لما عرفت المشكلة عشان كده طلبت التحاليل من وفاء عشان تحللنا الموضوع ده. ما تقلقش يا سعيد، الموضوع سهل وانا عندي الحل. اهم حاجه تسمع كلامي كويس. لا انا ما بحبش الطريقة دي. ما انت لازم تسمع كلامي علشان نجيب نتيجه بسرعه. طب ماشي، اعمل حسابك ان انت هتصرف فلوس كتير. وماله طالما هتجيب نتيجة؟ خير، انت كنت عامل تحاليل، انا عايز ابص عليها. كده كده انا هعمل لك تحاليل وفحوصات تانية. تحليلك دي فين؟ معايا في العربية، ممكن اطلع اجيبها لك. بنكله. اصل الاشكال دي انا هرشها كويس. قال ايه؟ عايزه تسرق الموبايل. لا يا حبيبي، دي لو عايزه تسرق الموبايل كانت نتشته وجريت. يا عبد القوي، البت دي في حد مسلطها. مين بس هيسلطها؟ انا واش. طب والخدمه الشريفه؟ البت دي وراها حد. ايوه يعني سلطها تقتلك؟ لا، اللي مسلطها ما سلطهاش تقتلني، انما سلطها تسقطني. ايه؟ تسقطني زي ما بقول لك كده. البت دي اول ما مسكتني راحت مدياني بالشلوت في بطني. هو انا هبله ولا عبيطه؟ لا، ده انا مدقدقه وفاهمه.